بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم في هذه الأنفاس الرمضانية على قناة أنفاس بريس. واليوم غنتكلموا على واحد الموضوع مهم جدا، مهم جدا. علاش؟ لأن كنلاحظوا واحد الفتور، واحد التراجع تيكون بعد رمضان. فكيفاش نحافظوا على الأعمال الصالحة اللي اجتهدنا فيها داخل رمضان، وأننا نجتهدوا ونحافظوا عليها وما يتقطعش الحبل ديالنا أو الحبل ديال الأعمال ديالنا بعد رمضان؟ أولا، تيقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال لك ربي عز وجل ما تكونوش بحال هذيك المرأة اللي غزلت واحد الصوف وصوبت واحد الزربية حتى قدتها ومشات سرسباتها وجراتها وتسرسبات، بمعنى جاهدت حتى دات واحد البنيان وربما أسبوع ولا عشر أيام وجات جرات داك الشيء في خمسة دقائق. هذا هو المعنى ديال الإنسان دار واحد الأعمال صالح في رمضان، صلى وصام وصلى التراويح وتصدق ودار الخير، ومن مور رمضان ترك الصلاة، ما بقاش كيصلي، بمعنى ضرب كل شيء في صفر. فمعنى هذا المسلم ما خصوش يتراجع على الأعمال الصالحة، خصوصا الفرائض. النوافل طبعا كيجتهد الإنسان، النوافل الاجتهاد كيتفاوت ما بين رمضان وخارج رمضان، ولكن الفرائض إياك أخي الكريم وإياك أختي الكريمة أنكم بعد رمضان تخلوا على الفرائض، الصلوات الخمس في أوقاتها. الفرائض ديال الله، إلا عندك مال يخصي الزكاة تزكيه، الصيام وخا داز رمضان قلنا كاين 6 أيام من شوال، كاين الاثنين والخميس طبعا حسب الاجتهاد، وكاين 10 الأوائل من ذي الحجة وفيها يوم عرفة، وكاين 10 ديال محرم وفيها يعني محرم وفيها يعني يوم عاشوراء وتاسعاء، وهكذا شعبان وشهور الله تعالى كلها فيها خير. الصدقة ما تنقطعش، بر الوالدين ما ينقطعش، صلة الرحم ما تنقطعش، الأخلاق الجميلة والطيبة ما تنقطعش. إذن هذا رمضان خصنا نحسبوه بحال واحد الدورة تدريبية، خرجنا من ديك الدورة التدريبية خصنا ننزلوها في أرض الواقع. ماشي أنا حصلت على واحد ديبلوم وحصلت على واحد دورة تدريبية مؤهل في شحال من حاجة ونمشي نحط داك الشيء وتحط داك الشيء وتحط في الرفوف، ما الفائدة؟ إذا الفائدة ديال هاد الاجتهاد اللي اجتهدنا في رمضان هو مواصلة الأعمال. وربي قال لنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا العلماء: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى واعبد ربك حتى يأتيك الموت، ماشي واعبد ربك حتى يأتيك شوال أو اعبد ربك حتى ينتهي رمضان. لا، الحياة كلها عبادة. شوف هاد الجلسة اللي جلستي انت الآن وكتسمع مثل هذا الدرس راه عبادة، تتشوف واحد الكتاب تتقرأ فيه واحد القصة نافعة راه عبادة، تربيتك لأولادك عبادة، زيارتك لوالديك وأقاربك عبادة، غير تتصل بالوالدين تطمئن عليهم راه عبادة، تنفق عليهم وتصفت لهم شي بركة في راس الشهر عبادة، الصدقة عبادة، الكلمة الطيبة، أمر بالمعروف النهي عن المنكر، غرس الشجرة، إماطة الأذى عن الطريق، حياتنا كلها عبادة. بمعنى أن رمضان يوفقنا أو نجتهد فيه باش نقوي ورصنا في العبادة، ولكن ما ينبغيش يكون الفطور ويكون الكسل بعد رمضان. فالمقصود يعني من هذه الكلمة، وأسأل الله تعالى تكون نافعة لي ولكم، هو أن نجتهد إن شاء الله تعالى بعد رمضان باش الأعمال ديالنا إن شاء الله ننتفع بها. ورغد يوم القيامة إلى خصتك غير حسنة كتقول: يا ريت، شوف شحال ضيعت ديال الأوقات، شوف شحال ضيعت ديال الأوقات، شوف شحال ضيعت ديال الساعات وما درت والو، وجيت لقيت الصحيفة ديالي خاوية. فالإنسان باش ما يندمش يجتهد يدير الأعمال الصالحة اللي تنفعه في الآخرة، ويدير العمل ديالو الدنيوي، العمل بإتقان. فهمتي الأخ ديالنا الأستاذ ديالنا كيصور راه تيدير العمل ديالو بإتقان، يعني في المونتاج ديالو كيتقن العمل ديالو، هذه عبادة. واحد الإنسان اللي مثلا تيقوم بشي عمل معين خصو يجتهد، أي عمل تكون فيه الإتقان المقصود، وهو أن العمل يكون فيه أجر وأجرة، أجر ديال الدنيا وأجر ديال الآخرة. والله يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.